مصالح العليا ومصالح الفقراء والفئات المحتاجة بنظر الاعتبار. ونؤكد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في دوائر اتخاذ القرار، فالدولة لم تعد مسؤوليتها الحماية فحسب، بل أصبحت دولة رعاية، وواجبها ووظيفتها الأساسية خدمة الوطن وتحسين ظروف عيش المواطن. إنه بدون سد احتياجات الإنسان الأساسي من مسكن وغذاء ودواء وعمل مناسب وتعليم جيد، فإن أي جهد لبناء الديمقراطية مضيعة للوقت والمال. فالتحرر من الخوف حق من حقوق الإنسان الأساسية. إننا نريد دولة ديمقراطية ناجحة تحظى باحترام العالم كله، يتمتع كل فرد بالحرية ويتمكن من إظهار موهبته من خلال عمله. ليبيا متطورة ذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة. السادة والسيدات، ضمان استقلال القضاء يعد ركيزة يجب الاهتمام بها ضمن عملية إعادة البناء، فيجب التركيز على نظام قضائي مستقل بشكل يضمن لذاته وعدم خضوعه أهواء النظام السياسي. ويجب نشر ثقافة اللجوء إلى القانون واحترامه لدى المواطنين والمسؤولين، واللجوء إلى القضاء عند المطالبة بالحقوق. السادة والسيدات، إن مهمة القيادة الانتقالية قيادة البلاد حتى تثبت دعائم الدولة من دستور ومؤسسات واستقرار سياسي لأجل انتخاب القيادة الجديدة على أساس الدستور ويكون مصدرها الشعب. الاهتمام بالتعليم، فإن نهضة أي شعب سياسي واقتصاديا واجتماعيا تقوم على التعليم، كما أنه على الدولة أن تكفل التأمين الصحي الشامل للمواطنين ورعاية صحتهم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي وإنشاء المراكز الطبية الحديثة لضمان معايير موحدة للرعاية الصحية ومواجهة فيروس كورونا الذي أفقدنا أعزاء وعزي أهليهم وذويهم اليوم. يجب العمل بشكل خاص على توفير المسكن للشباب والجنود وذوي الدخول المنخفضة ودعم صندوق الزواج ورفع معاشات المتقاعدين والمسنين وتحسين الرعاية الصحية لهم تقديرا لما قدموا للوطن وتعويضا على المعاناة التي لاقوها خلال المدة السابقة، والدعم الاجتماعي للبطالة وذوي الاحتياجات الخاصة. السادة السيدات، إننا نريد تنفيذ سياسات زراعية حديثة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والفواكه والخضروات والحليب والزيت وغيرها التي نستوردها من الخارج مع وجود التربة الخصبة والمياه العذبة. يجب التنسيق مع المجتمع المدني لتنفيذ المبادئ الاستراتيجية وتدعيم الديمقراطية من خلال مراقبة ممثلي الشعب وموظفي القطاع العام وأدائهم لالتزامات تجاه الوطن وتمثيل المجتمع في حوار مع سلطات الدولة والتعامل مع الإعلام على أنه شريك ووسيلة للحوار مع المجتمع، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات لتسهيل عمل الإعلاميين في تقديم الحقيقة مما يؤدي إلى بناء الثقة والقضاء على الشائعات. إننا نريد حكومة تعمل خلال 24 ساعة وفي كل بقعة من ليبيا على الوزراء زيارة كل مناطق دوائرهم وتقديم تقاريرهم لمجلس الوزراء على الاحتياجات الضرورية. خلاصة القول، نطلب من الحكومة العمل على توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إن بعد العسر يسرا كلما اشتد الحبل انقطع وكلما احتكبت حلقاتها فرجت، وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء.
لف الماضي يجب أن يطوى ولا يروى، ووضعي في زنزانة النسيان ولا يرى النور أبدا بعد اليوم. نذكركم بقول الملك إدريس رحمه الله حت حت على ما فات. ولا أنسى ولن أنسى أن أوجه الشكر لكل من عمل ويعمل من أجل خروج ليبيا من أزماتها ولم الشمل والمصالحة الوطنية، وخاصة الحكماء وشيوخ القبائل وكل النخب السياسية. لا يفوتنا أن نشكر مبعوثة الأمم المتحدة السيدة ستيفاني ويليامز على الجهود التي بذلتها حيال نجاح هذا الاستحقاق. اليوم اجتمعت ليبيا بدار السلام طبرق. عاشت ليبيا حرة آمنة مستقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.